أرى أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد سوف يكون محط الأنظار والإعلام، وعلى صعيد آخر سنرى ونسمع تصريح للنائب محمد رعد يتعلق بحدث مهم، وسوف تتوالى ردود الفعل على هذا التصريح. مبارك للشهيد سراج، ومبارك لسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله الذي علمنا كيف يكون آباء الشهداء.